بيكم في حلقة جديدة من Parenting with Joe. احنا النهاردة هنتكلم عن how to work. طبعا احنا كلنا عندنا صعوبة طبعا ان احنا نشتغل في البيت، خصوصا ان احنا معانا اطفال. طبعا الاطفال عايزين يلعبوا، لان هما برضه زي ما قلت المرة اللي فاتت هما مش فاهمين ان هما في البيت وان هما يعني learning from home، هما مش قادرين طبعا يفهموا الموضوع دوت، فبيقضوا معظم وقتهم. وطبعا بيبقى في نط، بيبقى في جري، بيبقى في حاجات كتيرة قوي بيعملوها المفروض ما يعملوهاش جوه البيت بتتعمل. وطبعا ده بيبقى distracting لينا عشان نقدر نخلص الشغل اللي مطلوب منا ان احنا نعمله. طبعا كلنا بنشتغل وكلنا بنحتاج ان احنا نخلص التاسك اللي بيبقى مطلوب مننا. فالنهاردة كده انا هتكلم very briefly على نقط صغيرة خالص عن ازاي ان احنا نشتغل من البيت. اولا اهم حاجة عشان تبتدي انك تشتغل من البيت لازم يبقى عندك المايند بتاعك بس المايند على انك لسه شغال، يعني تقوم في نفس الوقت اللي انت بتصحى بيه فيه، سواء بتصحى الساعة 5 بتصحى الساعة 6 مثلا، لو انت بتفطر الاول او بتاخد شاور او بتدرينك الكافي بتاعك تاخده بنفس الاسلوب دوت، درينك الكافي او تيك الشاور. في برضه نظرية تانية بتقول لك wear your clothes اللي انت بتلبسه مثلا ان انت رايح للورك، لو مثلا لو بتلبس مثلا casual او بتلبس مثلا اللي هو قميص بطلون تلبس سوت عشان تبقى تخش في المود بتاع الورك سيتنج. دي بتبقى مساعدة جدا بالنسبة لك ان انت خلاص المايند بتاعك هتبتدي سيت ان انت تشتغل من البيت. النقطة التانية برضو خلي لك مكان محدد تشتغل، يعني مثلا ممكن تبقى الأوضة مثلا لو عندك أوضة خش فيها اقفل الباب، دي تبقى البداية مثلا إنك تشتغل منها. لو عايز مثلا حتة مثلا عندك مكتب صغير في الشقة اشتغل عليه، حاول يبقى فيه مثلا فاصل ما بينك وبين الأولاد، ولازم تقول للأولاد إن أنت شغال فعشان يفهموا إن هو أوكي بابا دلوقتي هيبتدي يشتغل أو ماما، فإحنا لازم نديهم المساحة بتاعتهم إن هم يشتغلوا، وديهم activities بحيث ان هم يجيت انجيجد في الاكتيفيتيز. طبعا الاكتيفيتيز ما تبقاش فيها جري، ما يبقاش فيها نط كتير، يعني ممكن مثلا تديهم اكتيفيتيز لايك البينتينج مثلا ان هم يرسموا يلونوا، اكتيفيتيز ما فيهاش نويز. لو عندك مثلا جيمز على اللابتوب مثلا، لو هم ليهم لابتوب او الايباد مثلا، في ريسورسز مثلا على اي بي سي ماوس، في ريسورسز زي PBS Kids، دي بتبقى كويسة جدا ان هي بتخلي العيال engaged وما يبقوش مضايقينك وانت شغال. دي حاجة بالنسبة لهم هتبقى سهلة وبالنسبة لك هتقدر انك تخلص شغلك في نفس الوقت. برضو حاجة مهمة انك take a break. طبعا انك لو انت عندك مثلا lunch break او عندك break في زي ما كنت بتعمل في الشغل مثلا، عندك مثلا 10 و10 وعندك half an hour ولا عندك 1 hour او 20 و30 حسب البريك اللي عندك، انت برضه خد نفس البريك دي وقضيها مع الاولاد على قد ما تقدر، بحيث انك تحسسهم بوجودك وتحسسهم ان انت لسه موجود معاهم، لانك لو خدت منهم معظم الوقت هيبقوا عايزين يجوا لك وانت شغال فمش هيدوك وقت ان انت تشتغل. فزي ما قلنا تصحى الصبح تعمل نفس التاسك او الاكتيفيتيز اللي انت بتعملها، سواء الشاور سواء الكافي سواء البريكفاست. برضو ان انت تخصص لك مكان ان انت تشتغل فيه، لو المكان ده الاوضة لازم يبقى مقفول عليك، يعني تقفل الباب او تحط كيرتن او في حاجة بحيث ان محدش يقدر يجي لك وانت تقدر تبقى قادر انك تشتغل من البيت. انا عارف هي طبعا صعبة بس احنا بنحاول ان احنا نعمل الحاجات دي عشان نهاف التاسك بتاعنا يخلص. وبرضو البريك بتاعتك قضيها مع ولادك، دي برضو هتبقى كويسة، هتأثر برضو في الباند بينك وبينهم، يعني حاول تاخد الوقت اللي انت قاعد فيه بالبيت ده زائد انك تخلص الشغل اللي مش قادر تخلصه او اللي انت لازم تخلصه انك برضو تخلصه وتخش على الباندينج. برضو دي بتفرق جدا 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 في التعامل معاهم، بتخلي ان في ثقة بينك وبينهم وبتخلي ان انت تقدر ان انت توصل لهم وهم يوصلوا لك بالافكار وتقدر يبقى فيه good relationship معهم. لو عجبك الفيديو هيت لايك، لو عجبك القناة Parenting with Joe هيت سبسكرايب.
شكرا، ربنا معاك واشوفكم المره الجايه. سلام.